أحمد مولين، إنه أحد عملاء جبهة شمال أفريقيا الوطنية. هناك العشرات ممن يتشوقون إلى القضاء عليك يا سيد مولين، إنك في مفترق الطرق ولم يتمكن رجالي من قتل أحد على مدار الأيام. إننا نحتاج إلى ماء عد وطعام يكفي 500 رجل لمدة شهر، وكذلك نحتاج إلى وقود للمولد والشاحنات. أي شيء تريده أنا تحت الطلب. أنزل يديك يا مولين، لا تقلق، عندما يسيطر محمود على الحكم في المغرب تأكد أنه سيتذكر أصدقائه. نعم، فستتواجد الكثير من فرص العمل بعد الغزو. وقد أكد لي الجنرال محمود أنني سأكون أول من سيمنح الفرصة للمشاركة في إعادة الأعمار، فكيف لا أمد يد العون لهم؟ يا مولين، يجب أن تبدو هذه العملية كما لو كانت ثورة بسيطة، ويجب أن لا يعرف أحد أن الجنرال محمود له يد في هذه العملية. نعم، ستكون فرص عمل كثيرة بعد الغزو. فكيف لا أمد يد العون لهم؟ إذا تحدث إلى أي شخص فاقتل ذلك الشخص، لا تقتل مولين، سنحتاج إليه للحصول على تلك الإمدادات. اتسم بالرحمة واقطع لسانه فقط. ستكون بمثابة رياح التطهير والتي ستمحق جانباً الغبار والدخان النجس. هذه الحكومة عميلة للغرب، وبالفعل حولت هذا البلد إلى خراب. فهل تساند تلك الرياح أم أنت ضدها؟ يجب أن نخلص بلدنا من هؤلاء الذين يبيعونها للغرب. بالطبع أنا معكم. جيد،
سوف تساعدنا على أن نروي الدماء بدماء أعدائنا. HQ, we recorded a conversation between the dissident and a local. Good work, team. Intelligence can't wait to get their hands on it. We photographed the dissident with a sympathizer, HQ. Good work, team. Move on to your next objective. Photo uploaded. Good work, Commander. فكرت في العرض الذي قدمناه لك يا صديقي؟ نعم بالفعل. هل أنت معنا؟ لا، لن أنضم أبدا إلى عصابة قطاع الطرق التي تضمكم. إنك لم تفكر في ذلك الأمر جيد. أن تنضم إلينا لن تستطيع حماية عائلتك. وسوف أكون سعيدا عندما تلقي السلطات القبض عليك وتنفذ حكم الإعدام فيك بتهمة الخيانة لبلدك. فعندما تعود إلى بيتك وتجده يسوده سكوت لم تتعود عليه، تذكر أن هذا خيارك. HQ, we've captured another conversation between the dissident and a local. Good work, team. Continue your mission. HQ, we have another photo of the dissident with a sympathizer. Good work, team. Move on to your next objective. Good work, Sandman. Going safe, Commander. We got company. هل فكرت في العرض الذي عرضناه عليك؟ أيوة سيد فايز. وما النتيجة؟ أنا مش مقاتل ومعرفش إن أقدر أعمل كده. لا تقلق، فسوف ندربك ونوفر لك ما تحتاج إليه. نعرف أن عائلتك بحاجة إلى النقود، فنحن أقوياء وحلفاؤنا أقوى. ستشاركنا القوة عندما تجتمع معنا. ماشي يا سيد فايز، سأنضم إلى الثورة. حكيم برأيك يا صديقي، يجب أن نلتقي قريبا. Recording complete, HQ. Good work.
team. Uploaded. Good work, Commander. Good work, team. Move on to your next objective. We have enough photos for identification. Good work. Intelligence has just learned that a tribal elder gathering vital intel on insurgent activity near his village was kidnapped and is now being held in the area. Locate and extract him. Short this sucker out. Yes, Commander. حسناً. نعم.
من أنت؟ إنني أوقي سلاحي. أنقذتموني، أشكركم. HQ. The Elder is secured. Great work, team. Move to the extraction zone with the Elder. Team, I would not advise leaving the Elder unprotected. He's unarmed and very vulnerable. We are reading a lot of activity in your area. Probably insurgent troop reinforcements. Stay sharp on your way out. حسناً. Following your lead, sir. Moving to that point now. Understood, sir. Hassanan. We got company. Roger, sir. Tango eliminated. Roger, stopping. Understood, sir. Lead the way, sir. Arrived and in position.
Team.